السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم في حلقة جديدة عن ماينكرافت. احنا دلوقتي في الحلقة الثامنة. احنا الحلقة دي هنروح ندور على نجيب أكل، وهنروح النذر ندور على الفورتريس. يلا بينا نبدأ. نتأكد بس ان معانا كل حاجة، محتاجين حاجة، عايزين حاجة نبني بيها. ماشي، هدوني بقى نزوده بعدين. مش معايا، اروح ادور على ريت بس نلاقي حاجة بسرعة عشان نعرف نرجع، نعرف نرجع ونخش الضلمة، نخش النذر. الشاربنس 1 اللي احنا عملناها على السورد المرة اللي فاتت خليته أجمد شوية. وريكم، شايفين الأتاك تحت 7، لو جبت سورد تاني هيبقى 6 تقريبا، مختلف تماما. أظن كده كفاية. الاندرمان ممكن نحاول نقتله بس مش دلوقتي، بيوقع حاجة اسمها اندر بيرل بتخلينا نتنقل حوالين المكان، يعني تحذفها والحتة اللي بتنزل فيها بتنقلك في من ليها. و اسمه ده، وبنستخدمها كده عشان نعمل حاجة اسمها اي اوف اندر، عشان نلاقي الاندر دراجون، عشان نلاقي البورتال اللي بتودينا على الاندر دراجون، البوابة اللي بتودينا على الاندر دراجون اللي هو البوس بتاع الجيم يعني. مش دلوقتي انا كنت عايز اعمل درع، اللي هو الدرع اللي معانا اللي قبل كده اتكسر. انا عملت الحريقة دي ما بين الجيم. كمان قريب ننزل نجيب ارمور تاني، عشان الارمور اللي معانا بدأ يتكسر من بزدور حاليا. اظن دول كده يبقوا كفاية. ممكن كده الايرن ده واحدة تانية،
هيعمل 2. طب لو قدرنا قلنا ده برضه نفس الكلام، يعني مش هيبقى على الاخر بس هيبقى كويس. طيب هنعمل انشانتنج ليهم للارمور بتاعنا، يعني بروتكشن 1 على الاقل. حاجة كده ماشي، نحط السلة دول شستة تاني ناكل، متأكد ناخد، أظن كان معايا أرز تانية، لا مفيش. طيب أبيض، نخش احنا بقى نروح ناكل عصا، معلش بس آخر حاجة نحط ده بعيد عشان مش عايزين نخسر ال يعني لو حصل يعني ومتنا ما نخسرش كل حاجة، لأن ده من الحاجات الصعبة اللي احنا نجيبها يعني. وأنا معايا دايموند تاني بس يعني مش لازم يعني نخسر. ماشي ده معانا باور 1، دي اللي هي البيزك انشانتمنتس يعني، عشان احنا كمان لسه ما عملناش، ما حطيناش بوك شيلفز حوالين الاندر بتاع الانشانتمنت تيبل بتاعتنا. دلوقتي احنا ندور على الفورتريس ده، ممكن ندور عليه دوني لحظة كده، لحظة واحدة. الصوت اللي لو انتوا سامعين الصوت ده، الصوت بتاع الوحش ده، ده الجاست. ده اللي هو زي بتاع زي اللي هو اللي هو الشبح يعني. المفروض اسمه جوست بس هما الجيم مسميها جاست بالاي مش بالاو. الحمد لله ان احنا بعيدنا عن اللافا، احسن اللافا دي كانت تحرق لنا كل الايتمز بتاعتنا. ما اظنش ان احنا هنعمل دجيم تاني. ندور عليها، نتمشى كده ندور عليها، وكان بيك اكس بتاعنا قرب يتدمر. نظبط بس الايتمز،
دي صح، مش محتاجة برضو، لأن مينفعش استخدم الووتر في النزر هتختفي على طول. أهم حاجة وانت في النزر تبعد عن اللافا، وتحاول على قد ما تضربش البيجمنتس لما الحاجات دي، لان يعني لو ضربتها تلاقي كل الناس بتيجي كلهم بيجوا عليك. خد شوية مشروم، ناخد شوية كورتس. كده بقى في النظر دي مقدرش اشوف من بعيد. انا ممكن اعمل حاجة، بس انا اللابتوب بتاعي مش جامد اوي يعني يستحملها كلمة هنك جامد اوي، يعني هي حاجة مش تعجبه خالص. ان انا اعمل الرندر بتاعي اللي هو قدرة الرؤية بتاعتي اعلى من كده، واتاخر بالجنب كده عشان اشوف اللي على الاحراف قدام. لو عملت كده هقدر اشوف كل حاجة بعيدة، كل حاجة بس اغلبية الحاجات يعني اقدر اشوفها. ده تقريبا فورتريس. لقينا فورتريس. كويس. عايزين برضو ناخد شوية من الجلوستون ده. محتاجه في حاجات تانية، عندنا الجلوستون دست ده، والدست ده بنستخدم 4 منه عشان نعمل واحدة كاملة. مقفولة من هنا، معناها ان احنا محتاجين نمشي من تحت. كان في جسر اهو، نقدر نضرب الفاير بول بتاعته، بس خلي عشان لو غلطت في ضربها زي كده. بسم الله ما شاء الله. وانا بقولها راحت. احنا هننهي الفيديو بتاعنا هنا، هعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله.